الخبر الاول اللي عدنا عن غيث مروان واعترافه بحب النارين بيوتي. غيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات صار يقول بها انه بهذه الفتره حاسس بفضايع ونشر مع مي على قلبه، ولكن هو حاليا بخير، فهو المتابعين صاروا يتوقعون انه هو يقصد نارين بيوتي بكلامه، خاصه انه هو اشاعات طلعت عليه انه هو يحبها، ولكنهم حاليا فصلوا عن بعض، اصلا جت فتره هم شالوا الفولو عن بعض بعدين رجعوا ردوا الفولو عن بعض. ما ادري صراحه، كنا احطكم الستوريات وانتم حللوا معكم بالكومنتات. اعتذر كثير على التقصير اللي عم بيصير، بس بتعرف الواحد في عنده حياه شخصيه، في عنده مشاكل، في عنده قصص، فالحمد لله حاليا طلعت منها، عم بتحسن، حاس حالي مرتاح، كنت ضايع معمي على قلبي، فايت ب 6000 حيل، بس الحمد لله حلو الواحد بالاخير يكتشف الحقيقه او يكتشف الصراحه او يعرف الصراحه حتى لو كانت بتجرح، بس بيرتاح. فالحمد لله انا حاليا فايت بطريق الراحه، ان شاء الله ما راح اقصر معكم، رمضان كريم، عاد عليكم بالصحه والسلامه. طبعا هو المتابع صار يقول انه هو يقصد نارين بيوتي بكلامه، طر هو انه يحذف هذه الستوريات بعد 10 ساعات من نزولها. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنت اشاركوا بهذه الستوريات، وهل تتوقعون جان يقصد نارين بيوتي او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هي شيرين بيوتي. فشيرين نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات يعني من خلالها انه قاعد تصور مقطع يوتيوب راح تنزل بالايام الجايه. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو عمار، فعمار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات يعني بها عن خروجه من السجن، ولكن تنسيب راح تظل تنزل بقناته الى حد ما توصل قناته 50,000 مشترك، لان مجهز لنا مفاجاه وفضيحه حتكون اقوى فضيحه بالسوشيال ميديا كلها وبالعالم كله. صراحه ما شفتها، انصدمت تقريبا وشي شي كلش قوي. راح تكون قناته بالوصف وصول 50,000 مشترك على مود يرجعنا العقرب. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين انس واصاله على شادي وهيا. شادي وهيا نزلوا على قناتهم باليوتيوب هذا المقطع، وهذا المقطع كان فكرته انه هي تتصل على اصدقاء زوجها وتحاول تختبرهم من هذا الكلام. هم بالمقطع صار يقول انه هذه الفكره هم اللي مصنعيها، رغم انه انس واصاله مسوين هذه الفكره قبلهم تقريبا بثمان اشهر. فهو المتابعين صاروا يتهجمون عليهم بالكومنتات ويقولوا لهم انتم قاعدين تقلدوهم، فهو بالكومنتات صاروا يقولوا تقلدون انس واصاله وهي فكره من عندهم، انت ايش تقولون فكره من عندكم. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شاركوا هذا الخبر، هل يستحقون هذا التهجم نتعرضوا له او لا، ونسبوا الفكره لهم وهي مو لهم. الخبر الرابع اللي عدنا عن غيث مروان واستهزاء بنور ستار. وبعد ما نور ستار صارت تهجم على غيث مروان بالستوري تقول عليه برتقاله، غيث مروان نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وهذا المقطع صار يتمسخر بيه على نور ستار، وصار يقول عليه دموع حيين وهذا الكلام، يقول انه هذه الستوريات هي قاعده تكذب وهي مش قاعده تبكي من الاساس. اقول راح احطكم الستوريات شوفوا. حيين جايز اوكي؟ مش تمثيل. انت لما تبكي عن جد لما ينزل دموعك تقعد تشرح انه هذول الدموع ليش عارف؟ اكيد لا، اكيد لا. ليه غريبه؟ في ناس بتشرح اللي بيقعد بيسرح انه انا والله عم ببكي، بيكون ابو الفيك ابو الفيك، انا عم ببكي في دموع ليش اسرح. طيب شرف مثل لي انك عم تبكي، خلينا نشوف انه شو ممكن تعمل انت تتصرف. هاد الدموع حقيقيين على فكره، قلبي من جوا عم يبكي. استنى شوفي ما في دموع، ما حاطط فلتر يا غبي. اوكي. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وحركه استهزاء غيث مروان بنور ستار. الخبر الخامس اللي عدنا عن عزه جارور افتتح قناته الجديده اللي حتكون بعنوان عائله عزه ونور اللي هو زوجها، وقناتها حتكون عباره عن قناه عائليه هي وزوجها. طبعا ان شاء الله تكون قناه جميله، والله يوفقها يا رب، وان شاء الله تكون فكره قويه. اكتبوا لي حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر، احط لكم رابطها بالوصف راح اشتركوا بيها. وبس والله وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك، تشتركوا بالقناه، تشاركوا فيزي مقدمه القصص، وبس مع السلامه.